دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت السفير السعودي لتوضيح ما حدث للصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول الأسبوع الماضي. جيرمي هانت وفي تغريدة على تويتر قال إن التقارير الإعلامية بشأن مصير خاشقجي إذا ثبتت صحتها فإن بلاده ستتعامل مع الواقع بجدية وأن الصداقة تعتمد على القيم المشتركة. من جهة أخرى أبدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قلقه العميق إزاء مصير خاشقجي ودعا السعودية وتركيا للتحقيق في الأمر. إلى ذلك قالت الخارجية التركية إن القنصلية السعودية في اسطنبول ستخضع للتفتيش وأوضحت أنه رغم أن معاهدة فيينا تنص على أن مباني القنصليات تتمتع بحصانة فمن الممكن أن تفتشها سلطات الدول المضيفة بموافقة رئيس البعثة. سيارات سوداء، حقائب دبلوماسية وصناديق مشبوهة، رجال شرطة إلى هنا دخلوا ثم رحلوا على عجل. تمر الأيام وتزداد قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي غموضا وتعقيدا ويصبح الرجل مبعث قلق دولي. من وجهة نظرنا في المفوضية العليا لحقوق الإنسان، نعم هذا مبعث قلق كبير لما يبدو من اختفاء قسري للسيد خاشقجي من القنصلية السعودية في اسطنبول. السلطات التركية لا تنفي ولا تؤكد، لكنها تقول إن التحقيقات جارية على قدم وساق لفك ملابسات قضية اختفاء ربما ستصبح الأغرب في تاريخ البلاد. في حال مقتله على السلطات التركية أن تؤكد ذلك عبر معطيات وتسجيلات ووثائق داعمة. أما السعوديون فمطالبون بتقديم أدلة وتسجيلات دامغة لإثبات روايتهم بأنه غادر مقر القنصلية بعد نصف ساعة من دخولها. في مرحلة من مراحل التحقيقات تقول السلطات التركية إنها ستحتاج حتما إلى تفتيش مقر القنصلية، وبالفعل استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السعودي وأبلغته طلبا رسميا بذلك. بحسب بيان الخارجية التركية السلطات السعودية لا تمانع تفتيش القنصلية لتأكيد روايتها بأن خاشقجي غادرها يوم دخوله إليها. الرواية الرسمية التركية تمسك العصا من الوسط، تسلم خاشقجي الحكم الغيب، ربما يكون حيا يرزق في مكان ما وربما يكون قتيلا، لكن التسريبات المنسوبة إلى مصادر أمنية تركية تشي بأن خاشقجي أصبح في عداد الموتى، وتضيف أخرى أنهم قتلوه شر قتلة، استنطقوه وعذبوه ثم قطعوه وفي صناديق وحقائب دبلوماسية حشوه، وهنا يلوح شبح السيارة السوداء. نبقى في إطار ردود الفعل الدولية المتوالية بشأن مصير الصحفي جمال خاشقجي، حيث طالبت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني طالبت السعودية بالتحقيق وكشف ملابسات اختفاء الصحفي خاشقجي. وقالت موغيريني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البرتغالي أغسطو سانتوس سيلفيا في لشبونة إنها تتوقع من السلطات السعودية إجراء تحقيق شامل وشفاف في الحدث. اسمحوا لي أن أوافق 100% على ما قاله الوزير بومبيو قبل بضع ساعات فقط، فنحن نتماشى تماما مع الموقف الأمريكي في هذا الشأن، ونتوقع إجراء تحقيق متكامل وشفاف من السلطات السعودية. من اسطنبول ينضم إلينا مراسلنا أحمد غنام. أحمد، بعد تعيين نائب مدعي عام ومدعي عام جمهوري، متى من المتوقع أن يدخل المحققون الأتراك إلى القنصلية السعودية؟ ريما، في الواقع أن التصريحات الرسمية والبيانات الرسمية من الجهة التركية قليلة جدا، وحسب بعض التسريبات الصحفية فإنه من المنتظر أن يأتي خلال هذه الساعة، الساعة الثامنة حسب التوقيت المحلي، من المنتظر أن يأتوا إلى هنا إلى داخل القنصلية. لكن اللافت للانتباه أن مساء غادر الفريق الأمني السعودي الذي كان متواجدا داخل القنصلية بانتظار الفريق التحقيق التركي، وذلك لمشاركته في التحقيق وتفتيش القنصلية. غادر الوفد الأمني أحمد من دون الإدلاء بأي تصريحات؟
بالواقع ريما، من جهة السلطات التركية ومن جهة القنصلية السعودية لا يوجد أي تصريحات ولا يوجد أي بيانات ولا يوجد أي إدلاء بمعلومات لوسائل الإعلام، رغم أن هناك العشرات من وسائل الإعلام التركية والعالمية والعربية متواجدة هنا منذ الصباح، لكن لا يوجد أي تصريحات ولا يوجد أي بيانات أو معلومات حول حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. نعم، طيب أحمد، بالنسبة للصورة التي تم تسريبها والتي طبعا التقطت من كاميرات تركية، الآن وفق أي خطوط أو خيوط ممكن أن تكون تسير التحقيقات التركية؟ هل من المتوقع أن تكشف الكاميرات على مزيد من الصور؟ هو من أجل بموضوع الكاميرات، يوجد نوعان من الكاميرات هنا في محيط القنصلية السعودية، يوجد كاميرات هي على أبواب القنصلية وخارج القنصلية، وهي كاميرات تتبع للأمن التركي والشرطة التركية، ويوجد كاميرات في داخل القنصلية وهي تتبع للقنصلية السعودية. الشرطة التركية أو المديرية أمن إسطنبول كانت قد أعلنت ببيان لها حسب هذه الكاميرات بأن جمال خاشقجي لم يخرج من القنصلية السعودية بعد أن دخل يوم الثلاثاء الماضي حسب هذه الكاميرات، لكن هي طالبت القنصلية السعودية بتزويدها بتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة داخل القنصلية، والتي هي حسب الرواية السعودية أنه خرج في بعد أقل من ساعة من دخوله. نعم، هل توجد كاميرات؟ قد أعلنت على لسان قنصلها. نعم، تفضل أحمد. لكن على لسان القنصل السعودي في أول لقاء صحفي له مع وكالة رويترز كان قد قال بأنه ليس لديهم كاميرات تسجل، إنما هي فقط كاميرات مراقبة، ليس لديها أي تسجيل. لكن في اليوم الأخير بعد التحقيقات يوم أمس كان هناك تسريب صحفي، أو كان هناك أيضا بيان من قبل القنصلية السعودية أكدت فيه بأن كاميرات المراقبة تسجل دائما، لكن فقط في يوم الذي دخل فيه جمال خاشقجي إلى القنصلية كانت معطلة لا تسجل. ومن جانبها كان هناك جمعية بيت الإعلاميين العرب قاموا بالتواصل مع القنصلية السعودية وقالوا لها هل تم إخبار الشركة المشغلة لهذه الكاميرات أو المصنعة لهذه الكاميرات بأنها تعطلت؟ قالوا لا. وأيضا تواصلت جمعية بيت الإعلاميين العرب، تواصلوا مع الشركة المشغلة، هل جاءكم بلاغ أو بيان من القنصلية السعودية خلال الأسبوع الماضي بأن لديها كاميرات معطلة؟ أيضا كان هناك نفي، لم يصلهم من القنصلية السعودية أي بيان أو إخبار أو إخطار بأن لديهم كاميرات معطلة ولا تسجل. حتى هذه اللحظة يوجد هناك تباين في التصريحات وفي البيانات الرسمية سواء من الجانب التركي ومن الجانب السعودي. الجانب التركي دائما حذر ولديه تكتم على المعلومات وعلى سير هذه التحقيقات، لكن منذ يومين تقريبا، البارحة بالأمس واليوم، هناك كانت كثافة اهتمام عالي جدا من قبل الوسائل الإعلام التركي وخاصة. نعم، وهذا ما ورد في التقرير من تقريرك. شكرا جزيلا لك يا أحمد غنام، مراسلنا من إسطنبول.